لا يقتصر دور المجلس الأعلى للتعليم على رسم السياسات وإصلاح المنظومة التعليمية بقطر، فهو يأسس لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا ويبني نظاماً تعليمياً حديثاً على مستوى عالمي متقدم نفخر به جميعاً، ويمكننا من مواكبة تطور التعليم، مما يساعد على ضمان قوة أمتنا وقدرتها على المنافسة في عالم متغير تحيط به العلوم المتطورة والحضارات المختلفة. إن العقل السليم والجسم السليم يمكنان من تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً مليئاً بالطموحات والأحلام والأهداف المتعددة. أحب مدرستي لأنها تعزز حب الدراسة لدي من خلال تشجيعي الدائم على التقدم. نحن نحترم بعضنا البعض من خلال تبادل المعارف ومشاركة الآراء والعطاء. أحب مدرستي ومعلميني الذين يعلمون ويهتمون بي. بونجور، جو مابيل سارة، جو سوي كاتاريان جي أونزو، جو سوي أتديو أليكول النهضة، جو سوي فيير داتر كاتاريان. من خلال تجربتي في البرلمانات الطلابية تعلمت مبادئ الديمقراطية وتدربت عليها من خلال البرامج التي تعتمد على إبداء الرأي واتخاذ القرارات المدروسة. مشاركات الطلاب محلياً ودولياً في الفعاليات يعزز ثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول هو جانب المهارات الحياتية، الجانب الثاني هو جانب الفكر وتصور الطالب للبيئة العملية خارج نطاق المدرسة، أما الجانب الثالث هو جانب بناء الأهداف الشخصية لكل فرد. إن المرشد الأكاديمي يوجهني لاختيار المواد الدراسية ويساعدني للتخطيط لمستقبلي. إن دور المرشد الأكاديمي في المرحلة الثانوية هو إعداد الطالب للمرحلة الجامعية وسوق العمل. المجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يعد من خلاله الطلبة والخريجين القطريين لعمل دائم ومحفز ويساعدهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني. التعليم العالي في قطر يقدم فرص متنوعة للتعليم المستمر بجودة ونوعية عالية، وذلك في إطار بيئة صحية للتعلم تلهم الطلاب أسباب النجاح وتعزز فيهم روح المشاركة في المجتمع. من هنا تكون البداية. تواصلنا مع أولياء الأمور بشكل مستمر عن طريق الإيميلات والمسجات ومواقع الإنترنت لاطلاعهم على كل ما يخص الطالب أثناء العملية التعليمية. والمدرسة تقوم بتشجيع الطلاب على البحث العلمي وتنمي مداركهم عبر برامج القراءة. أنا فخور بما حققت كمدرس، تمكنت من المعايير المهنية الوطنية وأنا من الحاصلين على الرخصة المهنية، الشيء الذي أهلني إلى تأسيس أجيال واعدة ومتعلمة ومحبة للدراسة. لقد تحسن وضع المعلم ماديا ومهنيا عبر الدورات التدريبية، بحيث أصبح أداؤنا أفضل بكثير، مما جعل المدرسة بيئة جاذبة للمدرسين. أنا أحب المسؤولين لأنهم دائما يوجهونا إلى الطريق الصحيح. أنا أحب الإداريين لأنهم يعاملون معاملة حسنة ويرشدون إلى الطريق الصحيح. ونحن نحترم الريادة التي يقدمها المجلس الأعلى للتعليم من خلال تطوير المدارس المستقلة والخاصة، والتي تساهم بدورها في رفع سقف مستوى التعليم بما يتناسب مع المتطلبات الحياتية والمهنية. ونحن نقدر دعم الحكومة من خلال التمويل الذي تقدمه لتغطية التكاليف الدراسية للطلبة المؤهلين للالتحاق بالمدارس الخاصة عبر طرح القسائم التعليمية. أنا طالب متمكن من اللغة العربية، فالمدرسة تدعم ذلك عبر أنشطة صفية ولا صفية مثل الصحافة والخطابة. And I'm a student learning English, so I can join the best university in the future.
من خلال المركز يتواصل الطلبة وأولياء الأمور والأفراد ومؤسسات المجتمع. يستقبل المركز كافة الاستفسارات والشكاوى والمقترحات ويرد عليها ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. والآن لدينا طرق جديدة للتعلم الإلكتروني لدعم الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بسبب الأدوات التكنولوجية المبتكرة مثل حقيبة المدرسة التي تحتوي على جميع الوسائل المتطورة لتسهيل عملية التعليم. هذا البرنامج يأخذ الطلاب لتعلم آفاق جديدة بالتعاون والبحوث والتفاعل ويدمج الوسائل التعليمية التقليدية مع أخرى متطورة. التعلم الإلكتروني سهل عملية التواصل مع أولياء الأمور. التعلم الإلكتروني يربط بين أركان العملية التعليمية الثلاثة: المعلم والطالب وولي الأمر. مدرسة لبناء يعزز أهداف المدرسة، يتابع ويدعم الخطط الاستراتيجية الخاصة بها والتي تتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للتعليم. دور مجلس لبناء يكمن في الإشراف والرقابة ويصب في تفعيل دور المجتمع في المنظومة التعليمية. مبادرة المجلس الأعلى في إيجاد لجان مختلفة للتواصل المباشر خطوة يكمن نجاحها في تفعيلها. لا يقتصر المجلس الأعلى للتعليم على نظام تعليمي حديث، فهو يرسخ بداخلنا أفضل قيم العادات الحميدة. إنه يضع المعايير التي يجب علينا أن نتبعها للعناية بأنفسنا وظهرنا الصحيح. يعلمنا كيف نقدم أنفسنا بالشكل الملائم الذي يكسبنا احترام الآخرين. يوجهنا إلى الاتجاه الصحيح بحيث نبقى على المسار القويم للسلوك الجيد في حياتنا اليومية. إنه يضع معايير أخلاقية عن كيفية التصرف مع المحيطين بنا الذين يراعوننا ويعلموننا. أنا فخور بما حققه ابني من نجاحات. أنا مستعد للعمل مع المدرسة يدا بيد للتعرف على قدرات ابني ومساعدته للوصول إلى المستوى التعليمي المطلوب.